والفن العربي كانت في التوك توك. انا شفت الانشوده لا انا في حد بعت لي فيديو بانشوده ازيز في التوك توك. انا بالنسبه لي ده يا رب يحصل تاني. يا رب على طول. أميرة عايزين نقولك منورة الدنيا، ولما الناس تسيب المهرجانات وتسمعك دي معجزة والله. ده حصل ده ولا ايه؟ ده حصل ده. والناس عشقت اللون اللي قدمتيه والفن العظيم. كانت في التوك توك انا شفت الانشودة لا انا في حد بعت لي فيديو بانشودة ازيز في التوك توك. انا بالنسبة لي ده يا رب يحصل تاني. يا رب على طول. انت متوقع ان ده يحصل اصلا ولا لا مش الدرجة دي يعني. كنت متوقعة طبعا يكون في ردود فعل، عشان أغنية باللغة المصرية القديمة دي تجربة كانت أولى بالنسبة للناس بالطريقة دي، وفي حدث كبير زي ده ومهم زي ده لبلدنا، لكن ما كانش بالطريقة دي يعني. كنتش متوقعة بالطريقة دي. تسمع في توك توك والناس البسيطة تفهمها. لا في توك توك وفين في المغسلة وعند البقال والبواب بيتنا يعني. لا في الشارع الكشك لا يعني كان ردود فعل جميلة جدا. اكتر حاجه بقى موت من الضحك لما الكلام اتعرب، واللي هو واحده بتندب من جوزها مثلا والحاجات اللي كانت بتحصل. شفتي ده؟ لا ده كنت طبعا بموت من الضحك طبعا. ده انا كنت سعيده بيها جدا. احنا شاطرين في الحاجات دي يعني، الميمز والحاجات دي، ده احنا دمنا خفيف ودي طبيعتنا ودي طبيعه المصري. فانا كنت سعيده جدا. انا كان اصدقائي بيبعتوها لي بيقولوا لي ممكن اشيرها مش هتزعل. بقول لهم ارجوكم شيروها عشان ده الدم الخفيف بتاعنا، وبعدين معناه ان هم مبسوطين برضو طبعاً. ده طريقة بتاعتهم ان هم يعبروا على سعادتهم. التجهيزة اللي جاية اكيد لسه المتحف الكبير وموضوع كبير قوي اكيد بيحصل. هل انت من ضمن الفريق هيكون موجود ان شاء الله في الاحتفال؟ اسألوا بقى اللي بيجهز. تسألونيش انا. لا خالص. يعني انا ماشيه في طريقي، واغاني باللغه المصريه القديمه ده مشروع انا يعني قائم وبشتغل عليه، سواء غنيت في المتحف الكبير او غيره، فانا موجوده مع اجدادنا. ان شاء الله غنيت في المعبد. انا بالنسبه لي ده هيبقى حاجه جميله جدا.